ترامب مستمر في تسجيل السوابق التاريخية، أدين اليوم ب 34 تهمة وجهت إليه في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائي. الحكم الصادر بحق ترامب لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية، لكن هذا التطور المثير يأتي قبل 5 أشهر من الانتخابات، وقد يشعل حربا أهلية سياسية، تلافظ وشتايم واتهامات وكلام زي كده. مؤيدو ترامب وبعد صدور الحكم دعوا عبر مواقع التواصل إلى إعدام القاضي اللي ترأس المحاكمة واستهداف أعضاء هيئة المحلفين اللي هم 12 مدني اللي بالإجماع قالوا هذا الرجل مدان، وحرض بعضهم على إشعال ما أسموه ثورة وحرب أهلية وتمرد مسلح باعتبار أن كل ده مؤامرة ضد ترامب صاحب الماجا، ماجا اللي هو Make America Great Again، خلي أمريكا عظيمة مرة أخرى. فهل تشتعل حرب أهلية في أمريكا بجد؟ وكيف سيؤثر هذا على مستقبل الانتخابات الأمريكية القادمة؟ ينضم إلينا من واشنطن السيد بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، ومن مدينة أيوة الأمريكية السيد نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بكما. وأبدأ من واشنطن السيد بشار جرار كممثل عن الحزب الجمهوري، هل في فعلا أصوات كثيرة داخل الحزب الجمهوري بترى أنه دي مؤامرة من الديمقراطيين ضد الجمهوريين حتى يفوتوا عليهم أن يكسبوا الانتخابات القادمة؟ معتز، أحييك، أشكرك على الضيافة، خاصة معية ضيف وزميل متكرر منذ 2016 كلما تناظرنا في موضوع ترامب. ترامب شخصية لا خلاف أنها مثيرة للجدل، مقدمتك كانت في الصميم بأنه يسجل دائما شغلات جديدة أو حديثة. الآن السؤال الكبير هو هل الذي فعله ترامب كان نابعا منه أم هو ردة فعل لما هو حقيقة الخبر غير مسبوق في تاريخ أمريكا، أن تتصرف كجمهورية الموز، أن تتصرف السلطة القضائية وحتى الإعلام، ونذكر ذلك ليس فقط في الانتخابات الأمريكية، في موضوع كورونا، موضوع أوكرانيا، هذه الحالة من أنه السياسي هو الذي يقرر الناراتيف، يقرر السردية، هكذا نريد أن تفهموا أوكرانيا، هكذا تريد أن تفهموا، تبعت أنا الجزء السابق من الحلقة في موضوع بايدن وغزة وإسرائيل. هذه الأمور غير مسبوقة في أمريكا. أمريكا وأنت يعني من كإعلامي تعلم بموقعك عزيزي، أمريكا كانت دائما تصدر بأن الحريات، بأن الفصل بين السلطات، أن السلطة القضائية مصانة. الآن لماذا ما جرى بالفعل غير مسبوق؟ لأن أولا هذه القضية سميت زومبي كيس، لأنها كانت قبل 2016، أخرجوها يحيي العظام وهي رميم، أخرجوها متى؟ فقط بعد أيام تم اختيار هيئة المحلفين، بعد أيام من إعلان ترامب أنه ينوي الترشح لـ 2024. من هو القاضي؟ القاضي متبرع دائم لبايدن ومن قبل بايدن أوباما، ابنته تعمل لصالح الصقور في الحزب الديمقراطي. من هو المدعي العام؟ براغ، هذا موله جورج سوروس. جورج سوروس معروف أجندته بالعالم، اليسار المنحل المختل الذي يعيد فسادا في عديد من دول العالم منها أوروبا والشرق الأوسط. فنعم، ما يجري ترامب أكبر من الحملة الرئاسية، وهذا ما قاله. طيب، هروح للسيد نعمان أبو عيسى من أيوة، عضو الحزب الديمقراطي. لأي مدى سيد نعمان بترى أنه بالفعل هذه مؤامرة ما بيتم ربما نسج خيوطها، وربما ما يكونش في مؤامرة ولكن تلاقي إرادات ومصالح كده كلهم من غير ما يقعدوا مع بعض يتفقوا، احنا كلنا ديمقراطيي الهوى فكلنا بنمشي في نفس الاتجاه حتى دون اتفاق مسبق، المهم في النهاية ألا يصل ترامب إلى مقعد السلطة في البيت الأبيض؟
تحياتي لكم وللمشاهدين وللزميل بشار. إنما ما يحدث الآن هو رد فعل على ما فعله ترامب، فإنه هو الرئيس السابق الذي خالف القانون بشكل واضح، و12 محلف حيادي وليس جمهوري أو ديمقراطي هم الذين قرروا بالإجماع أن الرئيس ترامب خالف القانون 34 مرة في هذه الحالة. فإن هناك أيضا محاكمات أخرى ضد الرئيس، ولكن الرئيس السابق دونالد ترامب لا يعترف بالقانون ويعتبر نفسه فوق القانون، ويريد أن يكون هو الرئيس رغم أنه لم ينتخب المرة الماضية ولم يعترف بنتائج هذه الانتخابات. إنما أن الرئيس ترامب هو له طريقته الخاصة في فهم أمريكا، وأن هذه الأمريكا التي تعتبر القانون هو فوق كل رؤوس العالم، هو يعتبر نفسه فوق القانون ولا يعترف بهذه الحضارة الأمريكية التي بنيت لعدة قرون وفرقت بين السلطات وتحترم كل السلطات. طيب يعني ده يخليني برضو سيد نعمان أفكر بمنطق، هو لو الأمور مشيت في نفس الاتجاه اللي بتحرك فيه ده، هذا الرجل يمكن أن يدخل السجن فعلا، وممكن يدخل السجن وبالتالي يظل مرشح الحزب الجمهوري وهو داخل السجن، هل ده يعني نظريا conceivable يعني ممكن؟ نعم ممكن أن يدخل السجن، لأن هذه المخالفات يكون لها 4 سنوات حد أقصى للسجن، ولكن كرئيس سابق وبعمره أظن أنه سيستأنف المحاكم ولن يدخل السجن. وأتمنى من الرئيس بايدن أن يعفيه أيضا إذا كان عليه الحكم في دخول السجن، لأن سجن الرئيس السابق هو يعني عار على كل أمريكا رغم أنه جمهوري. فإن هذا ممكن جدا أن يكون، ولكن الرئيس ترامب ذكر بشكل واضح أنه سيستأنف المحاكم وسيعارض ما حكم عليه المحلفين ليذهب إلى المحكمة مرة ثانية، وذلك سيأخذ عدة سنوات، سيكون بعدها قد انتهت الانتخابات. طيب ده ياخدني للسيد بشار جرار عضو الحزب الجمهوري. هناك تهديدات من أنصار الماجا اللي هي ميك أمريكا جريت أجين، اللي هي حركة اللي بتدعم أوباما تبعت ترامب، واللي هي بترى أنه المؤامرة الكونية اللي بتمارس ضد أمريكا كلها مش ضد ترامب بس، لابد أنهم يقفوا ضدها بالقانون إن أمكن، ويعني بقوة القانون إن أمكن وبقانون القوة إن أمكن. معتز، أنا معتز جدا ومستمتع في لغة الحوار والصور التي تعرضونها، ولكن الحقيقة يا عزيزي لا هي قضية ليست نظرية مؤامرة حتى الآن. حتى في حياتنا المهنية عندما يختلف شخص يقولك شخص خلص نظرية المؤامرة وكان يسكت الطرف الآخر. لا، هناك أرقام وأدلة تثبت ذلك. مثلا عندما يكون علاقة، لما يطالب يا عزيز الرئيس بأن على دول الناتو أن تدفع ما عليها من الالتزامات، ولا يعقل أن تبقى هذه الكلفة البشرية والمالية على أمريكا. هل هذا يسمى نظرية مؤامرة إذا المحور الصناعي، القطاع الصناعي وجماعة العولمة لا يحب ترامب؟ طبعا لن يحبوه، هم أحبوا أوباما، كانت 250,000 استقبلوا في برلين. السؤال الثاني، عندما يطالب بإغلاق حدود مع الجنوب تدخل مخدرات، قتلت 300,000 في عام واحد، دخل 2,000,000 خلال العام واحد فقط، كلها هجرة غير شرعية، من ضمنها أشخاص أتوا من إيران، من سوريا، من كونغو الديمقراطية، ولا يأتون كمهاجرين، يأتوا هم عمليا يغيروا بقواعد اللعبة من الداخل، يتم الزج بهم إلى المناطق المتأرجحة، يزيد العدد بالتعداد السكاني، يتحولوا إلى ناخبين، وبالتالي يبقى هذا الحزب إلى ما لا نهاية. تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي طالب بأنه سيتم تغيير عدد المحكمة العليا التي سيلجأ إليها الرئيس ترامب الآن، لأنه لا يعقل أن تبقى بأغلبية محافظة. فالسؤال مطروح عزيزي، هذا ليست نظرية مؤامرة، هذه حقائق. عندما كان الصوت يقمع في موضوع كورونا وكنا نتساءل ونقول ووهان والطاعون الصيني، الآن شركات كلها تعترف بأنه لم تكن هناك شفافية وتم إخفاء الكثير من المعلومات. فالسؤال، عندما تقول دولة قانون ولا أحد فوق القانون، أين هانتر بايدن من القانون؟ محاكمته اقتربت، أين هو؟ هي سابقة أيضا، أول مرة رئيس أمريكي ابنه
يدخل في قضية تتعلق بأمور أخلاقية، بمخدرات، بأسلحة، بقصر. فأين الذي يتحدث عنه؟ خليني أروح للسيد نعمان أبو عيسى من أيوة، عضو الحزب الديمقراطي. طب ما هو كده سيد نعمان، وفقا لكلام السيد بشار، يعني ده ترامب يأتي بأجندة ما بين قوسين إصلاحية لأمريكا، والقضية بقى ما يعني ما تناقش ترامب في مشاكله الصغيرة، يعني أي مكان تحفظاتنا عليها، لأنه الصورة الكبيرة هو بيعمل ما هو في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ذكر الزميل أن ترامب طلب من الشركاء الأوروبيين وعكر العلاقات مع حلف الناتو، ويريد أن يصلح العلاقات مع الرئيس بوتين ورئيس كوريا الشمالية. هذا ما يدعو إليه الرئيس ترامب، أن الرئيس ترامب يدعو إلى الدكتاتورية ويدعو أوكرانيا للاستسلام للرئيس بوتين، وهذا ما دعا عليه الرئيس ترامب. وهذه هي الصورة الكبيرة التي تؤدي إلى عزل أمريكا عن العالم وإيقاف المهاجرين من أمريكا، الذين بشار وأنا منهم. هو الرئيس الذي دعا إلى وقف هجرة المسلمين إلى أمريكا، ونحن دخلنا بشكل قانوني وأوقف بشكل واضح المهاجرين إلى أمريكا خلال حقبة حكمه لمدة 4 سنوات، ونقصت عدد المهاجرين بشكل ملحوظ، وأيضا الجامعات وأساتذة الجامعات قد طردوا من أمريكا لأنهم كانوا مهاجرين. فإن ذلك لن يرضي الشعب الأمريكي والطريقة التي تحكم بها أمريكا العالم. فإن أمريكا هي دولة مهاجرين تحتوي على المهاجرين من كل أنحاء العالم، وهم الذين يزيدوا إلى المجتمع الأمريكي ولا ينقصوا منه. فإن المهاجرين هم من أساس المجتمع الأمريكي، وعلى أساس هذا على هؤلاء المهاجرين سيتفوق المجتمع الأمريكي على المجتمع الصيني أو المجتمع أي مجتمع آخر الذي غير قادر على استيعاب المهاجرين. إن هؤلاء المهاجرين هم الذين يكونوا متعلمين ويساعدوا. طبعا هو الخلاف ما بين ترامب وبايدن أو الجمهوريين والديمقراطيين مش بس على مسألة الهجرة، يعني قضايا كثيرة متنوعة. إنما ده بياخدني لسؤال السيد بشار جرار من الحزب الجمهوري. طيب ماذا لو ما فيش ترامب؟ يعني بعبارة أخرى، مشيت بقى ما بين قوسين يعني الخطة الديمقراطية للتخلص منه قضائيا، إيه البدائل المتاحة أمام الحزب الجمهوري؟ هل هناك مرشحون بنفس قوته كي ينتزعوا الرئاسة من الحزب الديمقراطي؟ الصوت الوحيد الذي كان لشاذ هو بولتون، جون بولتون، مستشار الأمن القومي، الذي أقاله وطرده ووبخه الرئيس ترامب لأنه كان يريد حرب مع إيران، مع تركيا، وحرب مع فنزويلا، وحرب مع كوريا الشمالية. عزيزي، هذه الرؤوس الحامية مرتبطة بالمجمعات الصناعية لا تراعي مصالح البلاد. عندما يقول أمريكا جعلوا أمريكا عظيمة، هو طلب إيران تعود أيضا عظيمة، ولكن لا تبدد أموالها على القتل وعلى الدمار وعلى الإرهاب. المشكلة الآن أن، وهذا الذي لم يحسب حسابه لا بايدن مع الاحترام كرئيس ولا حملة بايدن الانتخابية، أنه 34 تهمة، حصل على 39 مليون دولار في 10 ساعات، زادت النسبة 30% للذين صوتوا وتبرعوا لأول مرة لصالح ترامب. نيفر ترامبرز الذين كانوا يقول من حزب الجمهوري أنا لا يمكن أن أدعم ترامب، الآن يقول لا لا لا، هذه مشكلة. طب خلوني بقى أوقف كده، لأنه واضح أن هذه يعني يقول إيه، ده كتاب مليان صفحات، فإحنا النهاردة قرينا صفحة والأيام القادمة ستكون فيها صفحات أخرى كثيرة. كل الشكر من واشنطن السيد بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، ومن مدينة أيوة الأمريكية السيد نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. عايز اقول لكم حاجه اخيره كده، احيانا في حاجه، في قانون اسمه قانون النتائج غير المقصوده. يعني مثلا محكمه العدل الدوليه، محكمه الجنائيه الدوليه، وجهتها اسهم الانتقاد لاسرائيل ولنتنياهو. ايه اللي حصل؟ كتير من الاسرائيل لك ايه ده، انتوا بتهاجموا الراجل بتاعنا، غلط بس انتوا ما تحاكموهوش. فتبتدي تلاقي شعبيه نتنياهو ابتدت ترتفع قليلا. ممكن واحد زي ترامب، ايوه، بتوجه له اسهم انتقاد وانتقاص شديدة
جدا، لكن في المقابل ممكن تلاقي ناس يقول لك انها مؤامره ديمقراطيه الى اخره. هنا بقى اللي بيسموها صناعه النراتيف، صناعه السرديه، ازاي تحول الشخص الى المسيح عليه السلام المغلوب على امره اللي ضحى من اجل العالم فتبتدي الناس تؤمن بيه، ازاي قصه الهزيمه تتحول في اذهان الناس لانه نادى انتصار عظيم والى اخره، فتولد من ما بين قوسين الهزيمه نصر كبير بعد 100